كما هو كان مقرر، كانت اليوم ربما الجلسة الأخيرة لاستماع جميع الأطراف. المحكمة استغنت على تقريبا واحد 6 ديال الأطراف اللي بقاو في التالي، تم الاستماع لما تبقى. الجميع أكد نفس المعطيات اللي كنا أكدنا لكم في أول محاكمة ديال رشيد الفايق، واللي لا زال يؤكد على أن المطلوب الآن أمام المحكمة وأمام جهات معينة هو الرج ديال رشيد الفايق، وليس رشيد الفايق كشخص، وإنما ما حققه من إنجازات على المستوى السياسي. باش نكونوا صادقين مع الاعلام، سبق لي وقلت لكم ان كنا تقدمنا طلب تجريح ضد احد الاشخاص، وللان تاكد داخل القاع بالبت والملموس، وخلافا لما اثره من كذب ان ما عنده حتى علاقه برشيد الفايق، تبين ان عنده 4 ديال الشكايات، وتم استبعاد شهادته اللي هو السي البويحياوي، ولم يستمع اليه من طرف المحكمه واستغني شهادته. الجلسه المقبله 18/10 ان شاء الله ستكون القضيه جاهزه للمرافعه، وسننتظر كلمه القضاء لا تكون هي الفيصل في هذه القضيه. اليوم تقدمنا بملتمسين، الملتمس الاول واللي هو وجيه واللي ربما خص النيابه العامه تفعله، التمسنا احاله محاضر الجلسات على السيد الوكيل العام للقيام بالمتعيان، لان لا يعقل باش يجي واحد يقول عطيت الرشوه من بعد ما تعتق رشيد الفايق، تصبحت الجريمه ديال الرشوه كامله الاركان ديالها، وتقول المحكمه سير بحالك. لا يعقل يجي واحد يقول انا ماشي ابن السلاله الجماعيه وبنيت بالوكاله، بمعنى كاين داك المصرحين او الشهود او المقاولين اللي بلا 18/25 قطعه ولا ينتمي للسلاله الجماعيه. اذ نفس المتابعات اللي عند جواد الفايق المعتقل هي نفس المتابعات اللي خصها تكون على باقي المقاولين. حنا كنتسائلوا واش النيابه العامه تفعل المتابعات في مواجهه الباقي، ام انا ستكتفي بوضعيات جواد الفايق؟ اذا كان هذا الاتجاه غتصدق فعلا الحقيقه ديال ان الهدف من هذا الملف هو عائلة الفايق وليست الأفعال المتابعين بها. ومازال كنقولوا بأن الشهادة الإدارية ما كتعطيهاش الجماعة، ويجب متابعة أي شخص عنده ارتباط بالشهادة الإدارية. إلا ما كانش هناك شهادة إدارية لن يكون هناك بناء، وبالتالي الجماعة هي آخر من يوقع الشواهد الإدارية. الشواهد الإدارية كتهضر السلطات المحلية في شخص السيد القائد. إذا ما كاينش في هذا الملف القياد، هاد الشهادة الإدارية تعطات لواحد لا ينتمي للسلالة الجماعية وبنى وطلع لي زيطاج، علاش غنجيو الان نتابعوا رئيس الجماعه؟ نتابعوا السلطات المحليه اللي كانت مسؤوله على تسليم هذه الشواهد، وكذلك المسؤولين في الجماعات النيابيه. بالنسبه للحاله الصحيه ديال رشيد الفايق مقارنه زدنا ليه مرض الكلاوي، كان عنده القلب وكان عنده السكر والار عنده الكلاوي، الجمعه الاخيره تبين ان عنده شي حاجه في الكلاوي ديالو، ولهذا فهو يؤدي ثمن ديال جهات واحده اخرى. وما تنسوش ديروا ابوني لقناة فاس تي في ان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.